فيديو هذا ما يتفرجوش به صغار، اسمه الكامل محمد بن عياد بن بلقاسم يحيى، ويصدغ لهم جنسيا الحيوان اللي قاعد يستدرج في الصغار. وراي هذه قضية رائعة، يهددهم الزوز يمارسوا الجنس مع بعضهم الزوز صغار، يعني ما فيش يلزم السيد هذا يتعدم باش يكون عبرة يجيبوه لتونس ويتحاكم لهنا في تونس وتكون المحاكمة نتاعو مباشرة. السلام ومرحبا بكم الناس الكل. الفيديو نتاع اليوم ماهوش كيما الفيديوهات الكل، ما فيديو مهم برشا، وللناس اللي عندها صغار كان سمعتوا بالموضوع اللي هبط في باج المدام على الحيوان اللي قاعد يستدرج في الصغار اللي عمرهم 12 سنة 11 سنة 10 سنة، ولاد صغار يستدرجهم بطريقة خبيثة ويستغلهم جنسيا. والممارسة الجنسية اللي تصير اللي هي قاعدة تصير، يعني باش نتو نحكيو التفاصيل. المهم الفيديو هذا ما يتفرجوش فيه صغار، ماذا بيكم أهل جرزون تتفرجوا فيهم، تتفرجوا فيه وحدكم، كان عندكم أخوة صغار، كان عندكم أولادكم صغار، واحد تتفرجوا فيه وحدكم وتفهموا الموضوع. ورأي هذه قضية رائعة، ويلزمنا ومن واجبنا كصفحة يعني في بلاد موجودة في تونس في جرزونة في بنزرت، يلزمنا نحكيوا عليه الموضوع. وعملنا طرف يعني عملت طرف أبحاث وصفيت التصوير وعملت كل شيء المفيد تو شوفوه هذا الكل في الفيديو. أما الواقعة اللي هي اللي صايرة باش نلخصها في كلمات صغيرة، اللي هو يعني السيد يصغر للصغار من الأول، يبعث لهم على أساس طفلة وغسيل عمره 12 سنة، يعني ما هوش وناقص تأطير كيف ما نقوله، ناقص رقابة وناقص كذا، وعنده فيسبوك وشاري له تليفون ويستعمل فيسبوك يستعمل تيك توك يستعمل كل شيء ريزو سوسيو اللي هما نورمالمون ممنوعين على الصغار ونورمالمون تمنعوهم على صغاركم. نورمالمون في بلاصة تعطيه فيسبوك تعطيه كتاب قرآن يقراه، تعطيه فهمتي قصة يقراه، تعطيه كتاب يقراه، تعطيه أي حاجة. سامحوني احنا زعام كان نخرجوا صغار من الجوامع ما عملناش زعام، ما عمرنا فهمتي نتقلقوا من صغار في الجامعة وما تقلقناش من صغار شادين الفيسبوك وشادين التيك توك وشادين هذا الكل. به الواقع شنو يصير فيها؟ السيد يحكي مع الصغار العمار اللي ذكرناهم على أساس هو طفلة، يستدرجهم يبعث لهم تصور نتاع طفلة صغيرة فرد عمر عريانة باش يطمن الغشير مع هو صغير ومازال كيبدا في سن البلوغ، تكون فهمتي الهرمونات نتاعو هكا جديدة وكل حاجة هذوك أنا ما نفقهاش أما فما الناس تفقهها وتفهمها. يقول له باهي ابعث لي انت تو تصويرتك عريان. اوكي هذه المهمة الأولانية كونه توصل له تصويرة الغشير هذا عريان. من بعد يقول له اللي هو راجل ماهوش بنية وهاني باش نفضحك ويهدوا، وهذا الكل باش نشوفوه راه في الفيديو ميساجات تاع التهديد وكل شيء. يهدوا ومن بعد الاوبجيكتيف اللي هو خامس برشا الاوبجيكتيف ياسر فهمتني ما وفاتش الحكايه الغادي، يقول له تشوف لي غشيل صاحبك قريبك ولد عمتك اللي هو ويطيحوا ويعمل لهم الزوز فهمت، يعني يهددهم الزوز. والحاجه اللي يحب يوصل لها اللي كونهم يطلبوه بالويب كام بالكاميرا، يطلبوه فهمت يابيل فيديو ديريكت ويمارسوا الجنس مع بعضهم الزوز صغار تحت التهديد، يمارسوا الجنس لايف مع ديريكت، هو يبدا يتفرج فيهم وهما يمارسوا في الجنس معاه. وهذا الكل يصير تحت التهديد وخشاشة صغار. وقال في الفيديو تاع تسمعوا، قال انا ما عندكم تنجموا تعملوا لي خاطر دياركم ما همش باش ينجموا يشكيوا بيا، يخافوا من الفضايح. الفضيحه اللي كونوا الغشير كان والف بحاجه باش يولي يكبر عليها ويكون خايف منها يولي عنده الصنعه هذيك، يعني ماهيش وضايح
راه غشير صغير تحت التهديد وغلط وراهو متعدي على برشا صغار، هذوما راهو طرف ناس اللي هي يعني ما خافتش كيف ما نقولوا من الفضيحه والمجتمع المتخلف اللي عندنا نتاع عمره 12. لا لا، اغلبيه المجتمع متخلف وقت اللي يسكت، وحرام كي يسكت، وحرام كان ما يعملش ما يقفوش لسيد هذا به. بالنسبه توا للمهم تصويرته صفيناها لو ماكسيموم باش تكون هاي موجوده، هي تويك هذه تصويرته، اسمه محمد يحيى، اسمه الكامل محمد بن عياد بن بلقاسم يحيى، اسمه الكامل محمد بن عياد بن بلقاسم يحيى، اسم بوه عياد يحيى، اسم امه باهي بوه توفى يعني حسب المعلومات اللي لقيناها، اسم امه حليمه يحيى، اصيل ولايه القيروان، يسكن في ايطاليا. السيد هذا نعاود لكم اسمه محمد يحيى، الاسم الكامل محمد بن عياد بن بلقاسم يحيى، اسم بوه عياد يحيى، الام حليمه يحيى، اصيل ولايه القيروان، قاطن بايطاليا. وهذه تصويرته اكثر يعني حاجه نجمنا نصفيوها باش توصل تصويره هذه. بالنسبه للفيديوهات توا ندخلوا للفيديوهات، الفيديوهات كيف ما نشوفوا هذه اللي هبطتها المدام الفيديو الاولى، جيوا هذه فما تسجيل هذه نتاع واحده من اخوه المتضررين، هذا التسجيل نتاعها. السلامة مدام، الحمد لله كي جاوبتني. بالله يا مدام حبش نحكي لك حكاية ونحبك تعاوني في الشخص هذا، مش شخص، هذا حيوان في المجتمع، هذا داء متنقل في المجتمع. أنا عندي خويا 12 سنة، يعني الطفل في الأج هذاك يتعدى عليه كل شيء، تتوقع معناتها ما عندش مخ باش يخمم بيه، معناتها تنجم تعدى عليه أي حاجة. عنده فيسبوك، عنده تليفون فيسبوك، كيف نديده في الوقتنا هذا كيف الناس الكل. كي شاف خويا معاه في معناتها تاعها معاه في الخط وكل شيء، يعمل له على السو يحكي مع الطفلة، ابعث لي الفوتو نتاعك، انت منحي دبشك في التواليت وانت كذا وكذا وكذا، باش انا نشوفك، باش انا نبعث لك، انا من بعد جيك انا نبعث لك، انا في ستان فوتو تاع بنت صغار، فهمتني، منحي حوايجهم. ابعث له خويا، ما حكيناش هذا كله بينا بحد شيء نحنا. ابعث له خويا، شدش الفوتو هذيك على خويا، تقلب الموضوع ولا يحكي معاه على اساس هو راجل معناتها، ويعمل له انا عندي عليك فوتو، يبدا يهدد فيه، يا تحل الكام وتعمل جيب بس تحل الكام وتعمل اللي انا نقول لك عليه، بدي طايحه جات اللطف اللطف اللطف، ماهيش نتاع اطفال اصلا، مش نتاع كبار اصلا، مش حتى اولاد اطفال معناها، تعمل كذا وكذا، والا نضحك نبت العائلة، نبت لاخواتك الفيسبوك اميت الكل، ونبت لولاد حومتك والدنيا كل، طفل في الاجر 12 سنه معناتها نحكي لك انا كل شيء. خويا كيف عاده خاف وما حكيش اللحظه هذه مش خايف، ولا تاو حكيت جام من زمان، الحكايه هذه كل في جام من زمان، تاو خويا في الموضوع اللي يعمل اللي حاسه، تاو خويا في الموضوع بعث لي خويا مسكين، بعث له معناتها فيديوهات اللي هو في التواليت واللي منح حوايجه وكذا كما يطلب منه بالضبط. ما كفاش السيد الشيء هذاك، ولا يطلب منه باش يطيح له الاولاد صحابه، هو مش كنت مع الاولاد في الاجه هذاك، يطلب منه باش طيب جيب لي ساي، شوف الكونت بتاعه وصحابه اللي يعجبوه من صحابه، منهم واحد ولد بنت عمي ديجا هاي كيف تبعث لك، هي تحكي لك كل شيء، وقع مع ولد بنت عمي اللي هي حكيت معها، هي مش ولدت فيسبوك عندها هي الشيء اللي وقع، حكي معها جيب لي صحابك، طيح لي صحابك، وإلا نافذ حكي يزمك طيح لي واحد من صحابك وكل شيء. بعدك خويا قال له بيه اوكي ميسالش انك تو خايف منه، بعد ذيك ولد وصلت بيه يعمل له لازم تحل الكام انت، تحل الكام انت وصاحبك فلان سماهولو ياسين اللي هو ولد حومتنا، تحل الكام تحل الكام تعمل انت وياه كذا كذا، وانا نشوف فيكم، ولا تعملوا لي فيديو وبوجوهكم زيد، مش حتى بق فيكم بوجوهكم، وتعملوا لي فيديو. خويا الليل هذاك خويا ما حب وافق، لا هو لا صاحبه وافقوا له، معناتها تعكسوا معاه ما حبوش يوافقوا له،
ما عجبتوش، هو مشى يعمل له ملكي ما وافقتش انت على الموضوع هذا، انا يعني مش عم تحكي، مشى بعث لي انا كوكو، وبعث لي فيديوهات نتاع خويا فوتو. هذوكم حاسم التسجيلات، الواحد تنجموا تدخلوا باج المدام وتخليكم اللي نتاعها في الكومنتات، وتتلقاو الموضوع الكل يعني اسمعوه ديريكت لوحدكم. خليني نوريكم انا حاجات من بعد به هذايا. تخيلوا انتوما كان كل طفل يخاف، يعني في الحالات الزوز اذا وافق واصل في الغلط ولا اذا فرض به. هذوما يعني الكابتيرات اللي موجوده، فما فيديو جوست انا حابب نحب نوصل الفيديو اللي فيه لابيل فوكال نتاعو. اي هذا تو الفوكال هذا اسمعوا مليح. شنو نتاعنا؟ شنو باش نعمل؟ شوفوا شنو نتاعنا؟ ما نبعث رسمين كما نبعث لقاربكم وولاد حومتك واصحابك الكل والكابتيريات وكل شيء، على خاطر انا جيتكم برجولي وقلت لكم نبلوكيكم وما عادش تدور بكم جميل، ما حبيتش تروج لواسين. دقيقة خمم نواسين، دقيقة انا راجع ليك. دقيقة اسمعني اش فيها من التخمين؟ هي حكاية سهلة، قلت لك والله لا عاد ندور بكم جميل، جيت توريكوني فيديو صغير قسما بالله لا عاد ندور بكم جميل وتفصيل. شي من لي جملة سيدي ونبلوكيكم ولا تحط روحك. عندك فيديوهاتك دوم. عندك فيديوهاتك دوم معليش. الفيسبوك نتاعي تنشوفوا عليا. تحب نبقاو صحاب نبقاو صحاب، ما تحبش نبقاو صحاب يا خويا نبلوكيكم وكي. باهي بالنسبة للوكالة هذايا قال الأولياء ما يشكوش بيا، كيف ما حكينا قلنا راهو الأولياء فهمتني على حسب اللي مشات العادة اللي كونهم كان يلقاو حاجة كيف نحكي عند ولادهم يخافوا. واحد راهو تجمو تشكيو تشكيو للقضاء، راهي تكون فهمتي جلسات كيف هذايا جلسات مغلقة، يعني جلسة في المحكمة في قضية كيف نحكي فهمتي قضية من الأنواع هذه، وتكون جلسة سر كيف ما نقولوا احنا بلغتنا احنا سرية، يعني ما يحضر فيها كان المتضرر والقاضي وال يعني والشخص اللي يعني هالحيوان هذا فهمتني. يعني القضايا هذه راه كان انت باش تقدم قضية للمحكمة فهمتني، يعني انت كان باش تمشي المحامي، والمحامي اللي هو فهمتني من واجبه التحفظ، ماهوش باش يجي يفشي السر نتاعك اللي انت تراه سر وتراه فضيحة، ولو انه اسير صغير 10 سنين و11 سنه و12 سنه و13 والزون هذيك، يعني حتى ايش فهمتي سن الرجل راهي الناس فهمتي يعني فما فهمتي تصير فهمتي كيف حاجات هكا تحت التهديد ماهيش فضيحه. اما حتى ولو يتخيلها يعني الانسان اللي هي فضيحه ويتخيلها فهمتي حاجه جراف وباش تقعد له فهمتي عار، راهو كان انت فهمتي تمشي المحامي توكل المحامي، والمحامي باش يقدم قضيه تكون جلسه فهمتي الجلسات اللي موجوده الكل اللي باش يحضر فيها القاضي واللي معاه والمحامي والمتضرر وال يعني المنسوبه ليه التهمه، ماهيش يعني باش تكون فهمتي للعلن ولا للواحد، يعني بالله كيف ما نقولوا راهو خدموا مخاكم شوية، راهو ما هيش باش نجي عدي وهالك يعني قضية كيف نكاية وولي فهمتي يحشم ولا اللي هو، راهو مش باش يعدي وهالك لايف في التلفزة، هي باش تكون الصالة فارغة وما فما كان يعني الناس معينة كهو اللي هما وعندهم وجود يلزمهم، يعني هذا يكون سر المهنة ماهوش باش يقولوا لحد ماهوش باش يحكيوا لحد، وعمره ما هو اسمك ولا اسم ولدك ولا تصويرتك ولا تصويرة ولدك باش تظهر. اما الغلط اللي كونكم تخافوا وتسكتوا وتكبر الحكايه من انسان يعني متضرر، الانسان فهمتي يولي يعني يولي شاذ جنسيا بالممارسه اللي صارت يعني به. نواصلوا لهنيك نشوفوا فما فيديو اخر فيه الفوكال فيها بيل فيديو نتاعو وهذا لا بيل فيديو، والتصوير اخذنا يعني تاخذت من لا بيل فيديو وصفيناها به. شوفوا في لا بيل فيديو هذا اللي هدد في الصغار، اما لا بيل فيديو اللي هو لا بيل ايواش هذا لا بيل فيديو
الكونت اللي خادمه اللي يعمل بيه في الحكاية هذه اسمه شرارة هادي. هذه استدرجته في الفيديو هذه أخت ولا هي أم غشير، بس حصلت وصورت له الفيديو هذا. وبالنسبة للفيديوهات اللي قبله هذوما، راهو فيهم تهديد للصغار باش يصوروا مع بعضهم، يمارسوا الجنس مع بعضهم بابي الفيديو اللي هو باش ما يفضحهمش على حسب كلامه. هذه تصوير عملت عليها ماسك، هذيك فهمتي كيفاش اللي يعني واقع صارت، فهمتي؟ وصارت عمل الموضوع هذا، الفيديو اللي صار هذا اللي بعثوه له، يعني راهو صغار تحت التهديد مارسوا الجنس تحت التهديد وبعثوا له، والدليل اللي هما تحت التهديد يعني عمره بين 12 و 13 سنة، الدليل اللي هما تحت التهديد وقت اللي كملوا الفيديو اللي هو فرض عليهم وهددهم باش عملوه، قاموا ديريكت به. هذا هو الفيديو، نحب به اشتقعت او التصوير نتاعو، واسمه كامل ويسكن في ايطاليا. نحب يعني نقول حاجة، راهو الفيديو هذا عملناه في الباج نتاعنا باش يكون يعني الفيديو، راهو الفيديو هذايا مهم باش الناس فهمتي تتوقف. نحيو التليفونات لصغاركم، ما نحيتش التليفون لصغيرك، تابعوا شوفوا اتفقدوا، راهو من واجبك كولي ولا كأخو ولا كأخت ولا كحتى كخال وكعم، هذوما الكل من المفروض عليك تتفقد ولدك وين تدخل تشوف الهيستوريك، حتى فهمتي في وقت اللي تدخل حتى الموتور دو ريشيرش نتاع جوجل في التليفون، وقت اللي تنزل على تروا بوتون اللي بجنب من فوق، ثلاثة نقاط، هذوك مش تروا بوتون، ثلاثة نقاط، وتلقى حاجة اسمها هيستوريك داكتيفيتي ولا هيستوريك، راكي تنزل عليها تشوف قداش وين دخل الانسان اللي عنده التليفون، وين دخل ولانا مواقع دخل وفاش تفرج وش عمل كل شيء عندك، يعني من انا فيني ما فيهاش، فهمتني؟ تنجم تشوف على 24 ساعه، تنجم تشوف على جمعه، تنجم تشوف على شهر، تنجم تشوف على عام. هما ديستو يقعدوا مستوكين في التليفون، شنو اللي يعني دخلوا، شنو الباج دخل لها. وبالنسبه للفيسبوك والريزو سوسيو الكل، ماذا بكم كل يوم كان تقوى عليك الغشير واليوم يتقواش عليك، زوز كفوف الصحاح باهين فهمتي ما يتقواش عليك. تربيوا صغاركم يرجعوا للضرب، بضرب الصغار، علاش الصغار فهمتي تحلت هكاك والدنيا فهمتي ماشي وتزيد تفسد. انزلوا على صغاركم واضربوهم، اضربوهم، ما فهمش بالسياسه يتضرب، ما فيهاش. وشوفوا المساجات اللي قاعدة، اللي يعني الحوارات اللي صارت، حتى الحوارات ما بين صغارهم ما بين صحابهم، شوفوهم الحوارات، شوفوا كل شيء، تفقدوا كل شيء، تبعوا صغاركم دي أ جوسكا زد. وبالنسبة أنا واحد من الناس، الحاجة اللي راها يعني اللي راها يلزمها تصير في القضية هذه، يلزم السيد كيف ما الناس راهو، فما ناس حارقة يروحوا بيهم، راهي القضية هذه لازم تكون فهمتني تدخل فيها، يدخل فيها البوليس الدولي والدولة والرئيس يطالب كيف ما طالب برشا ناس من البوليس الدولي، من الانتربول ولا مش عارف من أي اسم اللي يسميوهم، يطالب بالسيد هذا باش يشدوه ويجيبوه لتونس وتكون المحاكمة نتاعو علنية، خاطر برشا ناس فهمتي اعتداد جنسيا على صغار. في الاخر في الاخر الحقوق الانسان تجي مع المعتدي ويتحكم من 6 شهور العام ل5 سنين 6 سنين ويخرج ويكون تحت حماية كبيرة في وسط الحبس، اللي هو يلزمه يتعدم. وبالنسبة للسيد هذا أقل من الإعدام،
إعدام شنقا حتى الموت، يعني أصلا يلزم يتمارس عليه الإعدام، يعني يلزم يعدموه بالحق، مش يتحكم إعدام ومن بعد يشد 20 سنة ولا 25 سنة ويجي إعفاء رئاسي. وهذا كان فهمتي ما جاناش، كنت رئيس ما يشاء البلاد تفسد، يجينا رئيس فاسد لا يقدر علينا ويسيبهم الكل. وقاوموا هالشواذ هذوما، قاوموهم وما تخليوهمش في المجتمع، راهم مرفوضين في المجتمع، وهما اللي ما همش مسلمين وبارش فئة كبيرة منهم رافضينهم، أما غير الفيديوهات مش قاعدة توصل للعباد. وإحنا في تونس ما همش مرفوضين وعندهم قوانين ودرجنية ويعملوا قلي. راهو باش ما ندخلوش في موضوع آخر، بالنسبة للسيد هذا راهو يلزم يجيبوه لتونس ويتحاكم لهنا في تونس، وتكون المحاكمة نتاعو مباشرة، ويلزمو يموت، يعني ما فيش، يلزمو السيد هذا يتعدم باش يكون عبرة للناس أخرين. هذا هو الفيديو، تفقدوا صغاركم واحكيو معاهم، ويلزمكم تكونوا انتوما يعني تقوموا بإرشادهم، يعني مش نجي انا فهمتي نحكي مع صغيري، مش عارف انا مش نحكي معاه اش عملت اليوم ولا لا، احكي مخلي صغيري يخلي صاحبك، احكي معاه شوف مشاكله ونصايح اللي تعطيهم له، اعطيه نصايح دينية فيها باس، نصايح دينية، ونحيولهم فيسبوك. لو فما فيديوهات في الفيسبوك راهو شيء فهمتي، راهو فيديوهات على الفيسبوك فما برشا، ما سيرتو الفئة نتاع ليزانستغراموز وليزانستغرامور، راهم عباد، راهي بالحق، راهي فما عباد قاعدة تخلص باش تسربي ميساج معين باش يكبر بيه الصغير في مخه. خاطر انت اليوم كان بنتك عمرها 10 سنين و11 سنة و12 سنة تشوف انت، تشوف ليزانستغراموز هذوما لابسة زوسانتي قماش، قول فهمتي، قول لبستهم وهي صغيرة وكبرت في وسطهم الحوايج هذوكم، شنو باش يكون فهمتي تفكيرها، شنو يكون مخها. وسيرتو كي نشوفوا زادة في الإعلام نتاعنا، الإعلام العام نتاع التلفزة، يجيبوا في شيخ يحكي اللي فهمتي هذاك ماهوش حرام وهيك مش حرام وهيك مش حرام، يعني لهنا شنو انت عملت؟ لهنا جيت للغشيرة نتاعك عطيته تليفون، شاف انستغراموز شبه عريانة، ومن بعد جاه فيديو فهمتي من عند شيخ يراه هو فهمتي رجل دين كيما هذاك اللي قال نحيد خمار المرتي، هو ما يجيش شيخ لا محالة، اما الصورة نتاعو في التلفزة اللي كونه هو فهمتي رجل دين وهو ما يكسب من ريحة الدين حتى شيء، يجي يقول لهم راهو فهمتني بلغتنا احنا باللغة العامية السترة فهمتني زايدة، وكي ما تلبسش خمار راهو ماهوش حرام، والدين ما قالش كذا والدين ما قالش كذا. شنو باش يتكون عند الغشير؟ باش يتكون عنده اللي لعري وقلة التربية، وهما يعني حاجات عادية لازم يعيش بها. وهذا انا نشوفه فيه فهمتني الانعكاس هذا على المجتمع قاعدين نشوفه فيه، وفي فئات معينة قول ما فعل معاش فما رجال فهمتي في الديار باش تستر ولا تربي صغارها. هذا هو الفيديو نتاعنا اليوم، وفيديو راهو قضية رأي عام، من واجبنا الناس الكل نحكيو عليه ونوقظوا الناس. هذاك هو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.